كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، في هذه اللحظات وصل فريق أتلتيكو مدريد لمطار برج العرب الدولي استعدادا لمباراة الأهلي غدا إن شاء الله. هذه المباراة الهامة واللي أكيد هدفها الأساسي هو هدف وطني من قبل النادي الأهلي، وهو تخصيص العائد الخاص بهذه المباراة لكل ضحايا وشهداء الوطن. وأكيد ده شيء مهم جدا ودور إيجابي جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن النادي الأهلي بشكل عام. خلينا أقول لك إحنا الآن متواجدين في مطار برج العرب وصالة كبار الزوار، واللي هيوصل من خلالها فريق أتلتيكو مدريد بالكامل عشان يشارك في مباراة الغد المقرر لها الساعة 8 مساء. خليني أقول لك إن إحنا معاك لحظة بلحظة. في هذه اللحظات بالتحديد هيدخل فريق أتلتيكو مدريد وكامل نجومه، أكيد نجوم كتير جدا هيكونوا متواجدين، لكن في حاجة أكيد لازم أنوه عليها وهو التنظيم الجيد جدا من مسؤولي وإدارة مطار برج العرب وحسن الاستقبال طبعا للفريق، وأيضا التعاون معنا كقناة النادي الأهلي في الدخول وتصوير هذه اللحظات الهامة جدا فور وصول فريق أتلتيكو مدريد. فأكيد شيء يحسب وشيء يجب أن نشكر طبعا كل المسؤولين إدارة مطار برج العرب الدولي. احنا الآن متواجدين والبعثة الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي في انتظار دخول خلال لحظات بالتحديد فريق أتلتيكو مدريد، واللي أكيد بيضم في صفوفه العديد والعديد من النجوم، أكيد أبرزهم فرناندو توريس، أنطوان جريزمان، ساول، أكيد نجيز، أكيد أحد اللاعبين الشباب المهمين جدا بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد. أيضا هيكون متواجد دييجو كوستا اللاعب العائد لصفوف أتلتيكو مدريد من صفوف فريق تشيلسي، أهو زي ما حضرتك شايفين يا كابتن فاروق. في هذه اللحظات فريق أتلتيكو مدريد وصل لمطار برج العرب الدولي، وزي ما احنا شايفين هم في هذه اللحظات داخلين حتى لصالة كبار الزوار وهيدخلوا لقاعة. طبعا اخوان فران لاعب فريق أتلتيكو مدريد والباك اليمين الخاص بهذا الفريق ولاعب اكيد جيد جدا، ايضا جابي طبعا كابتن فريق أتلتيكو مدريد واحد اللاعبين البارزين، اكيد طبعا المدير الفني القدير، ايضا دييجو سيميوني اكيد احد المدربين الكبار لفريق أتلتيكو مدريد. دي طبعا هدايا بتوزع من طبعا وزاره السياحه خصيصا لهذا الفريق بالكامل وكل اعضاء البعثه الخاصه بفريق أتلتيكو مدريد. ايضا ده لاعب كوكي اكيد احد اللاعبين الجديدين، النجم الكبير جدا جريزمان، انطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، ويمكن في كلام كتير جدا حول رحيله خلال شهر يناير. ايضا يانيك كاراسكو احد اللاعبين البارزين ايضا في صفوف الفريق، ويمكن خلاص دييجو سيميوني اعطى موافقه لرحيل هذا اللاعب في شهر يناير، لكن هو هيشارك اكيد في مباراه الغد. زي ما احنا شايفين في هذه اللحظات الكابتن فاروق، جميع اللاعبين، ايضا ساول، وايضا النجم الكبير فرناندو توريس طبعا اللي احرز كاس العالم مع المنتخب الاسباني في عام 2010، وتوماس بارتي لاعب المنتخب الغاني، العديد والعديد من نجوم فريق أتلتيكو مدريد واللي وصلوا خلاص في هذه اللحظات لمطار برج العرب الدولي استعدادا لمباراه الاهلي ان شاء الله غدا. وهذه المباراه الهامه جدا واللي اكيد الهدف الاساسي منها هو هدف وطني وشيء يحسب جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، هو اول شيء تم التفكير فيه هو طبعا الدور الوطني الخاص بالنادي الاهلي. هسيبك يا كابتن فاروق واسيب كل جمهور النادي الاهلي مع هذه اللقطات ونجوم فريق أتلتيكو مدريد. طبعا الحمد لله على السلامه، بنرحب طبعا في فريق أتلتيكو مدريد هنا في ارض السلام مصر، طبعا استاد هيكونوا موجودين ان شاء الله بكره وهيشوفوا قد ايه مرحب بيهم بالشكل الرائع من خلال